وعلى قدر المعرفة بهذا الإله جل جلاله تثبت معاني إيثاره سبحانه وتعالى، فيتمكن الإنسان من كظم غيظه، ويتمكن الإنسان من حسن معاملة ربه إيثارا له، كما سمعتم هذا الذي قيل له يسبك فلان يقول كذا وكذا، فقال لأغيظن من أمره بذلك، لأغيظن من أمره بذلك. وقال هو في حلوة أخذ يدعو له وأرسل إليه، وأرسل إليه الهدايا، قال الذي أمره بذلك وهو الشيطان أغبناه. فهذا أثر الله سبحانه وتعالى، وقابل الذي سبه وتكلم عليه بهذا الخلق الكريم إيثارا لله جل جلاله. فكم يعوضه الله وكم يعطيه الله. وسمعتم فيما أوحى الله إلى سيدنا موسى: إن لم تطب نفسا أن أجعلك علقا في أفواه الماضغين لم أكتبك عندي من المتواضعين. حتى تطيب نفسك أن الناس يلي يكون الكلام عليك بأسنتهم كاللبان يمضغون ويتكلمون عليك هذا وهذا يقول كذا، إذا ما طابت نفسك بذلك ما أنت متواضع، قال لأن بسلط الألسن عليك ويتكلمون عليك وأشوف كيف أنت معي. لا إله إلا هو. لهذا من كانت له رعاية غالبا إذا بقي عنده الميل إلى الناس سلط الناس عليه حتى يتخلص من دنس الالتفات إليهم، حتى لا يبالي بعد ذلك أمدحوه أم ذموه وسبوه.